يتخلص، ينطلبوا من ربي ومن السلطات يدبروا علينا وين نمشوا، ولا يجيو يمحونا من فوق الارض، يا وين يتركونا. هذا باش راه عايشه الرعاويه تاع النعجه تاع المعزه تاع البقره، هذه هي اللي عايشه فيها. ورانا هذا الارض هاي وين رانا في قرن عشرين، ها كان الاجداد ومن بعد جاوا الاباء ومن بعد رانا احنا، واليوم هذه الثروه ها هي وين الحيوانيه، جابوا لها ناس راهم يقلعوا لها في الحاجه اللي في الشيح والسنغه اللي تاكلها، راهم يقلعوا فيها. راكم شفتوا بالمنظر، شوفوا لنا حل يا جماعه. هاد الناس اللي راكم تديروا لنا فيهم كاين هاكو قاعدين يقلبوا لنا في الارض اللي ترعى فيها المواشي تاعنا، وين نروحوا هنا؟ وين نمشوا؟ خبرونا القضيه اللي نمشوا بها وين راه. هنا راني فيها ساكن، السيد هذا ما عرفتش يا ودي انا مازال قاعد منين جاي، كي جا قاعد يقلب فيها. احنا منين حرصنا؟ قال لك اودي الحرث التكسار راه ممنوع. نطلب من ربي ومن السلطه المحليه، احنا هذا العرض اللي رانا فيها رانا نتحازو كيما الحيوانات اللي نحازهم السيف، ونطلبوا من ربي يديروا لنا حل. هذه البلاد اللي رانا فيها احنا زرينا عليها اول مره وتعبنا فيها اول مره، واليوم رانا نتحازو.